شيء طبيعي وشيء يعني منتظر. تدعيم وسط الميدان ودفاع من طرف ترجي التونسي، ولهذا يعني شكل خطورة يعني شوية للمهاجمين تاع الجمعية كي يعني وصلوا للمرمى تاع شوشان، لحد الآن لا بأس به. إذا كانت هذه انطباعات أحد الصحفيين المختصين، محاولات فريق جمعية إلكترونيك تيزي وزو تجد في كل مرة 8 من اللاعبين التونسيين أمام المرمى، ولذا صعب يصعب على مهاجمي فريق جمعية إلكترونيك تيزي وزو الوصول أو اختراق الدفاع. هذه محاولة من لصالح فريق ترجي التونسي على الجهة اليسرى، وتدخل اللاعب أدغيغ وركني بالرابح أمام الكرة، بالرابح حسان 28 سنة ذكية من بالرابح، وتبقى الكرة لصالح الفريق التونسي، ومخالفة بالفعل مخالفة كانت اللي ما شاهدناش الرقم بتاعه اللي كان أصيب. إذن مخالفة لصالح الفريق التونسي، مخالفة راح تكون طويلة، والدفاع مرة أخرى والكرة تمر جانبية. نذكر أنه هذه المقابلة تدخل في إطار دور الثمن النهائي لكأس إفريقيا للأندية البطلة. صدمة على الجهة اليمنى، حفاف فرقاني منال عبد السلام، منال عبد السلام طويلة للأمام، وإن فرقاني بقوية، وكادت أن كادت الهدف الثاني لصالح فريق جمعية إلكترونيك تيزي وزو، بحيث أن الكرة مرت ما بين أحضان الحارس شوشان، كادت أن تدخل في شباك الحارس شوشان. ركنية إذن لصالح فريق جمعية إلكترونيك تيزي وزو أمام الكرة فرقاني علي. خطيرة أمام دفاع الفريق التونسي، ومرة أخرى ركنية. لارباس، لارباس من أقدم العناصر في صفوف جمعية إلكترونيك تيزي وزو، طويلة من لارباس وتدخل الحارس، يبقى الضغط وتبقى الكرة لصالح فريق جمعية إلكترونيك تيزي وزو. حفاف يغير جناحه الموجود فرقاني، نشاط وتحركات من طرف فرقاني، ومرة أخرى عبد السلام مناد، عبد السلام مرة أخرى لارباس، بحبوح، محبوح يتحرك هو الآخر كثير، والدفاع هذا اللاعب رقم 8 بواب اللي دخل في مكان كما قلت بالناجي، بالرابح تبادل كروي بالرابح، وتبقى الكرة لصالح الفريق التونسي. بالرابح لحد الآن أخطر عنصر هيثم، بالرابح مرة أخرى أخطر عنصر في صفوف الترجي التونسي لحد الآن، يلعب كجناح أيمن، ومخالفة، مخالفة عن خط التماس عن بعد حوالي 30 متر من مرمى عمارة. خميري رقم 5 أمام الكرة، لا بأس به، يتبع كل الكرات خميري أمام تنفيذ هذه المخالفة الطويلة.
وتدخل دفاع تبقى الكرة لصالح الفريق التونسي. تبادل كروي بين عناصر فريق التونسي. هيثم وتدخل للاعب إلى حارس عمار. بحبوح لارباس 33 سنة. أمام الكرة بالأحسن ويتفوق عليه اللاعب بن يحيى خالد. الترجي التونسي في هذه الدقائق الأخيرة من الشوط الأول أصبح يهاجم أكثر وينسق كراته انطلاقا من وسط الميدان. بينما 30 دقيقة الأولى اعتمد أكثر على الدفاع. ترجع الكرة إلى الوراء بن يحيى خالد. يحيى قالت 26 سنة. خميري والدفاع مرة أخرى لصالح الفريق التونسي على الجهة اليمنى. على الجهة اليمنى والموجود بالرابح. بالرابح في محاولة ويدخل حفاف ويبعد الكرة. للزمالك الفريد